أدى طلاب الثانوية العام اليوم الامتحان في مادة الديناميكا، وأكد دكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة أن غرفة عمليات متابعة امتحانات الثانوية العامة لم ترصد أي محاولات لتسريب أسئلة أو إجابات في امتحان اليوم. وأشاد حجازي بضرورة قانون تغليظ عقوبة الغش الإلكتروني الذي تم الإعلان عنه أمس الأول. هذا وتعلن وزارة التربية والتعليم اليوم نتيجة العينة العشوائية في مادة الأحياء بالتزامن مع بدء تصحيح العينة العشوائية في الكيمياء. ولمزيد من التفاصيل تنضم إلي مشاهدي الكرام من الجيزة جيرمين إبراهيم. جيرمين أهلا بك و تحياتي من أمام مدرسة الأورمان في الدقي، أعتقد أنك تقفين، ما هي التفاصيل حتى الآن؟ بالفعل محمد، متابع معكم من أمام مدرسة الأورمان الثانوية بناد بمحافظة الجيزة. امتحان الذي أداء اليوم طلاب الثانوية العامة هذه الامتحانات التي بدأت في 4 يونيو الجاري وتستمر حتى 24 من نفس الشهر، ويؤدي هذه الامتحانات 592 طالب وطالبة في 1642 لجنة. اليوم بيؤدي الطلاب امتحان وشعبة علم الرياضة، امتحان مادة الرياضة التطبيقية أو الديناميكا. هذا الامتحان الذي بدأ من الساعة 9 صباحا واستمر لمدة ساعتين لينتهي من دقائق في تمام الساعة 11 ظهرا. هذا الامتحان الذي يتكون من 18 سؤالا وأقيم بنظام البوكليت، هذا النظام الذي يتم تطبيقه لأول مرة هذا العام في امتحانات الثانوية العامة. ويتكون الامتحان من 30 درجة، 18 سؤالا كانت متواجدة في 17 صفحة أسئلة. يعني بسؤالنا للطلاب هنا عقب خروجهم من لجنة الامتحان في تمام الساعة 11 صباحا، كان هناك حالة من الرضا والفرحة على الطلاب بسهولة الامتحان، ويعني عبروا لي ان الامتحان كان سهل في مجمله، ربما كان هناك بعض الأسئلة الصعبة عليهم ولكن كانت اختيارية، فبالتالي لم يكونوا مضطرين للإجابة عنها وكانوا يجيبون على الأسئلة فقط التي كانت يعني يعلموا إجابتها ويتأكدوا منها. فالامتحان كان سهل وربما كان فرصة ليهم لتعويض صعوبة بعض المواد السابقة. بيتوقع لشعبة علم الرياضة مادة واحدة وهي الاستاتيكا والتي سيؤدوها يوم الخميس القادم. أيضا يعني محمد، ربما ذكرت في الخبر ما يتعلق بمادة الكيمياء، هذه المادة اللي كان هناك شكاوي على صعوبتها. بالفعل بيبدأ اليوم تصحيح العينة العشوائية في هذه المادة، ويعني أشار أيضا الأستاذ رضا حجاز أنه لن يتم إلغاء أي أسئلة أو توزيع درجتها إلا بعد ظهور نتيجة العينة العشوائية التي من المنتظر تظهر يوم الخميس القادم. نذهب لنسأل عمر نور الدين من أمام مدرسة عباس العقاد، هل الوضع هو نفسه لديك؟ أهلا بك عمر، أنت يعني الآن أمام مدرسة عباس العقاد، فيعني لو تضيف لنا المزيد من المعلومات. أهلا بك محمد وبالمشاهدين. يعني لم أستمع إلى زميلة جيرمين ماذا قالت في رأي الطلاب، هل جاء الامتحان يعني مواتيا هنا الامتحان على الأقل بالنسبة لطلبة الطلبة الممتحنين في مدرسة عباس العقاد الثانوية أو التجريبية للغات، جاء الامتحان في مستواهم وكما توقعوا، ومغيرا للامتحانات السابقة خاصة بشعبة علم رياضة، يقولون بحسب العينة العشوائية التي يعني اطلعت أو استمعت لها هم وأولياء أمورهم، قالوا إن هذا الامتحان جاء في مستواهم والوقت يبدو أنه كان مناسبا لطبيعة وطول الأسئلة. هنالك كما نعرف 4 نماذج مختلفة، نظام البوكلت المعمول به، هذا النظام الذي به يعني السؤال والإجابة في نفس الورقة، لعل النموذج رقم 1 كان به 17 أو 17 سؤالا، والنماذج الثلاثة الأخرى كان بها 18 سؤالا في كل نموذج. ساعتان لهذا الامتحان انتهى على ما يرام، الحالة أفضل بكثير من الامتحانات السابقة، وكان السؤال يعني لإحدى أولياء الأمور لماذا لم تأتي الامتحانات السابقة كما أتى هذا الامتحان،
داخل المنهج، ليس فيه شيء خارج المنهج، كما قالت ان يعني هنالك اسئله وامور كانت في الامتحانات السابقه الخاصه تحديدا بشعبه علم الرياضه، ولعل في الامتحانات الاخرى العامه كانت خارج المنهج، لكن هذه هي الحاله حتى الان. استحسان كبير في هذا من هذه الماده الديناميكا، اولى المادتين من الرياضات التطبيقيه، والماده الثانيه هي ماده الاستاتيكا الاستاتستكس، والتي سوف يمتحن فيها الطلاب شعبه علم الرياضه في الخميس بعد غد اليوم 22، قبل ان ينتهوا تماما من عمليه امتحانات الثانويه العامه الشعب الثلاثه او شعبتين او الثلاثه، علم الرياضه وعلم علوم والادبي، في يوم السبت القادم الموافق 24 من يونيو. محمد، شكرا جزيلا لك عمر نور الدين، وشكرا جزيلا ايضا لمراسلة اون لايف التي كانت متواجدة معنا من الجيزة جرمين ابراهيم، شكرا لكم.